أقيمت اليوم بتعز وقفة احتجاجية ومسيرة ضمن فعاليات حصار التمرد الحوثي، واستقبل المشاركون في المسيرة الناشطين المفرج عنهم من سجون الحوثي في إب عزوز السامعي وفارس البنا، كما طالب المشاركون في المسيرة بسرعة الإفراج عن بقية الناشطين المختطفين لدى الحوثي. سخر حزب التجمع اليمني للإصلاح من اتهامات أطلقتها جماعة الحوثي على 4 من قيادته المختطفة لدى الحوثيين منذ يوم أمس بالعاصمة صنعاء، وقال الإصلاح إن تلك الاتهامات كيدية ولا تستند إلى أبسط قواعد العمل السياسي والقانوني والأخلاقي وتثير السخرية بنفس الوقت، داعيا إلى سرعة الإفراج عنهم. ولقيت عملية اختطاف قيادات بإصلاح الأمانة إدانات واسعة من مختلف فروع الإصلاح بالمحافظات وكذا المنظمات الحقوقية، وكان قد اعتقل مسلحو الحوثي كل من محمد الصبري وعلي الحدمة وحبيب العريقي وأنور الحميري مساء أمس من مقر القطاع الطلابي بصنعاء. قالت الداخلية السعودية إن القنصل السعودي في عدن المختطف منذ 3 سنوات في اليمن لدى القاعدة عاد إلى بلاده بعد الإفراج عنه، وذلك بعد جهود مكثفة بذلتها الاستخبارات السعودية. قال شهود عيان إن قتيلين وأربعة جرحى يشتبه انتماؤهم لتنظيم القاعدة سقطوا اليوم الاثنين في غارة جوية شنتها طائرة بدون طيار في محافظة شبوة جنوبي البلاد. قال عضو مجلس النواب وأمين عام حزب العدالة والبناء عبد العزيز جباري في تصريح لصحيفة عكاظ السعودية، قال إن الرئيس عبد الرب منصور هادي يحظى بتأييد شعبي ودولي وفي يده أوراق عدة شرعية، إن أحسن استغلالها ستنحسر تداعيات الأزمة اليمنية، وإلا فإنها ستتفاقم كثيرا وستهدد الأمن الإقليمي والدولي.